ضربة خطيرة من الداخلية المصرية في قنا، بننشر لحضراتكم التفاصيل. وعاجل رجل الأعمال أشرف السعد يرد على أنباء منعه من السفر خارج مصر، وبيان عاجل من الحكومة المصرية تكشف حقيقة طرح عملة معدنية جديدة فئة 100 جنيه بالأسواق، ومفاجأة خطيرة شفت المرشد بيعاكس بنت، قصة انفصال السيناريست المصري عن جماعة الإخوان. بننشر ليكم التفاصيل. وعاجل منذ قليل قرار وزاري بشأن رئيس مصر السابق بعد إعلان الرئيس السيسي. وخان مصر شعبا ووطنا، النيابة تطالب بتوقيع أقصى عقوبة على قيادي إخواني في قضية التخابر مع حماس. وريال مدريد وبيان عاجل يحسم فيه موقفه من التعاقد مع محمد صلاح. في البداية عاوزين نصلي على الحبيب محمد قبل ما نبدأ في تفاصيل الأخبار. اشترك في القناة من زرار الاشتراك الأحمر أسفل الفيديو، ده مهم جدا عشان تجيلكم أهم الأخبار، واضغط على زرار أعجبني عشان توصلك فيديوهاتنا أول بأول. عاوزين نوصل لـ 2000 أعجبني على هذا الفيديو. وقبل ما نبدأ في الأخبار، اللي بيحب مصر ووطني فعلا يفجر التعليقات بكلمة تحيا مصر. عاوزين نوصل أكتر من 1000 تعليق مكتوب فيهم تحيا مصر وانتوا قدها وطنيين. ضربة خطيرة من الداخلية المصرية في قنا، ننشر لحضراتكم التفاصيل. أعلنت القوات الأمنية المصرية مقتل أحد العناصر الإجرامية شديدي الخطورة بمحافظة قنا، وعثرت بحوزته على سلاح ناري وذخائر بعد تبادل لإطلاق النار مع قوات الشرطة. وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام في بيان لها عن تردد أحد العناصر الإجرامية شديدة الخطورة مقيم بدائرة مركز شرطة قنا، ومحكوم عليه في 3 جنايات بالسجن والسجن المؤبد بتهم تتعلق بالسرقة والإكراه وقتل وسلاح وقتل عمد. وأشارت إلى أن العنصر الإجرامي مطلوب التنفيذ عليه بالحبس في قضيتي تبديد، وسبق اتهامه أيضا في 9 قضايا، منها القطف واستعراض قوة وسرقة بالإكراه وضرب وتبديد على بعض الأماكن بدائرة مركز شرطة ديشنة بمديرية أمن قنا. وأوضحت أنه بعد تقنين الإجراءات تم توجيه مأمورية برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة، مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزي لاستهدافه، ولدى شعوره بقوات بادرة إلى إطلاق الأعيرة النارية تجاهها، فبادلته قوات إطلاق النيران وتمكنت من السيطرة على الموقف. أوضحت أن الأمر أسفر عن مصرع العنصر الإجرامي المذكور، وعثر معه على أسلحة وذخائر وكذلك على دراجته النارية بدون لوحات تسجيل. مصدر معانا كان من الوفد، يعني الداخلية، نشر البيان توضح فيه أنه تم تصفية عنصر إجرامي شديد الخطورة في قنا، وأترك لحضراتكم التعليق. ننتقل مع بعض الخبر آخر معانا. وعاجل منذ قليل قرار وزاري بشأن رئيس مصر السابق بعد إعلان هام من الرئيس السيسي. أصدر وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرية عمرو طلعت قرارا بتشكيل مجلس أمناء جامعة مصر المعلوماتية برئاسة المستشار عدلي منصور رئيس جمهورية مصر السابق. يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أصدر قرارا خلال الأسبوع الماضي بإنشاء جامعة مصر للمعلوماتية، جامعة أهلية مقرها مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة. وتعد جامعة مصر للمعلوماتية هي أول جامعة في إفريقيا والشرق الأوسط متخصصة في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمجالات المرتبطة بها. وأسس الجامعة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع وزارة التعليم العالي، وعقدت شراكات لمنح شهادة بكالوريوس مزدوجة من جامعة بيرديو ومينيسوتا اللتين تعدان من أحسن الجامعات الأمريكية في الهندسة. كما تخطط وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التوسع في منح التفوق التي تصل إلى 50%، بالإضافة إلى منح كاملة لأوائل الثانوية العامة، وذلك بهدف المساهمة في بناء مجتمع متخصص في المجالات الحديثة والمرتبطة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتوفير المهارات الرقمية لتلبية المتطلبات المتزايدة للسوق المحلي خاصة والإقليمي والعالمي عامة. وتشمل جامعة مصر للمعلوماتية EUI 4 كليات، هي كلية علوم الحاسب والمعلومات
وكلية الهندسة وكلية تكنولوجيا الأعمال وكلية الفنون الرقمية والتصميم. من المقرر أن تبدأ الدراسة بالأربع كليات في أكتوبر المقبل. المصدر معانا كان من صحيفة مصراوي. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. نتيل مع بعض الخبر آخر، وعاجل رجل الأعمال أشرف السعد يرد على أنباء منعه من السفر خارج مصر. رد رجل الأعمال المصري أشرف السعد على أنباء نشرت على وسائل الإعلام حول منعه من السفر خارج مصر. نفى رجل الأعمال أشرف السعد منعه من السفر، وأكد أنه موجود مع أفراد الأسرة قائلا: أنا ما روحتش ناحية المطار، أبقى إزاي اتمنعت من السفر وأنا الحمد لله عايش في بلدي مصر مطمئن ومش عايز أسيبها، أنا لسه راجع من 3 شهور. وبعد عودته من لندن في مايو الماضي تحدث السعد عن رحلة 25 سنة خارج مصر. أنه سبب بقائه خارج البلاد لكل هذه الفترة كان من أجل تكوين أسرة، وأنه لا يوجد بشأنه ملاحقات قضائية. أكد أنه حصل على براءة في كل القضايا المتهم بها قائلا: عندي مصانع ضخمة وودائع وأراضي ومفيش حاجة عليا وما عنديش مشكلة مع حد. وكانت مصادر قد أكدت أن سلطات مطار القاهرة الدولي قد منعت رجل الأعمال المصري أشرف السعد من السفر خارج مصر نهاية الأسبوع الماضي بناء على قرارات قضائية سابقة تتعلق بقضية شركات توظيف الأموال. مصدر معانا كامل الوطن. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل مع بعض الخبر آخر معانا، وبيان عاجل من الحكومة المصرية تكشف حقيقة طرح عملة معدنية جديدة فئة 100 جنيه بالأسواق. علق المركز الإعلامي المجلس الوزراء المصري على ما تم نشره على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بشأن طرح عملات معدنية جديدة فئة 100 جنيه للتداول بالأسواق. ونفى المركز ما تم نشره في هذا الأمر وصفا إياه بأنه إشاعات. وأعلن المركز في بيان أنه تواصل مع وزارة المالية والتي نفت تلك الأنباء، وأكدت أن لا صحة لطرح عملات معدنية جديدة فئة 100 جنيه لتداولها بالأسواق، وأن كل العملات المعدنية الموجودة بالأسواق كما هي بشكلها المتعارف عليه دون أي تغيير أو طرح لأي عملات معدنية جديدة. وناشد المركز الإعلامي المجلس الوزراء وسائل الإعلام المختلفة ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات والتي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام. مصدر معانا كامل صحيفة الوطن المصرية. بمعنى أنه يعني لو حضرتك شفت خبر قد يكون غريب فحاول إنك ما تنشروش إلا لما ترجع للمصادر. يعني خبر ان في عملة جديدة معدنية بفئة 100 جنيه هذا الامر طبعا خاطئ وغير صحيح ولا اساس له من الصحة. فحضرتك يعني المفروض ترجع للمصادر، تفتح المصادر اللي واثق فيها وتراجع هذه الاخبار. ننتقل مع بعض الخبر اخر معانا، ومفاجأة خطيرة. شفت المرشد بيعاكس بنت، قصة انفصال السيناريست المصري عن جماعة الإخوان. رحل السيناريست المصري الكبير فيصل ندى صباح الثلاثاء الماضي عن عمر 81 سنة وفقا لما أعلنه حسابه الشخصي على موقع فيسبوك. وكان للراحل اهتمامات سياسية إلى جانب عمله الفني، الأمر الذي دفعه للانضمام إلى جماعة الإخوان لمدة عام كامل حسبما صرح في مقابلة تلفزيونية. وقال ندى حينها إن التحاقه بهذه الجماعة جاء قبل حصوله على شهادة الثانوية العامة، إذ تدرب معهم حينها على السلاح والزحف بمنطقة المقطم. ولفت إلى أنه كان يشعر بحماسة شديدة خلال هذه الفترة من حياته، كما أنه يعني حس إن المرشد عاوزه في الوقت ده، واستدرك قائلا: كلامهم ما كانش بيدخل في ودني، خاصة أنهم كانوا بيتكلموا دايما عن اضطهاد المسيحيين وهو أمر لا يتسق مع قناعاتي الشخصية بأي شكل من الأشكال. وفي مرة شفت المرشد بيعاكس بنت في السيدة زينب، ووقتها قررت الانفصال عنهم لأني اتأكدت إنهم ناس كذابة، كل كلامهم عن الفضيلة والشرف كذب في كذب. وحينها قررت الاتجاه لعالم الفن. وكانت أولى تجارب فيصل ندى في مجال الدراما التلفزيونية مسلسل هارب من الأيام، ثم قدم عدد من أبرز المسرحيات منها المتزوجون ومن أجل حفنة النساء وغيرهما
كما كانت له العديد من التجارب السينمائية التي طرحت قضايا مجتمعية وأبرزها قضية سميحة بدران. مصدر معانا كان من صحيفة الوطن المصرية، أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر الهام. ننتقل مع بعض الخبر آخر، وخان مصر شعبا ووطنا. النيابة تطالب بتوقيع أقصى عقوبة على قيادي إخواني في قضية التخابر مع حماس. طالب ممثل النيابة العامة في مصر بتوقيع أقصى عقوبة على قيادي الإخوان محمود عزت، وذلك خلال إعادة المحاكمة في القضية المعروفة إعلاميا بالتخابر مع حماس. وقال ممثل النيابة: المتهم أتى بأخبث الأفعال وارتكب أبشع الآثام، فقد خان مصر شعبا ووطنا، متناسيا فضل بلاده التي نشأ وترعرع على ترابها وروى عطشه من مائها، ودرس وتعلم في مدارسها وجامعاتها، وعاش في أمن وأمان بدماء حراسها، فقابل العرفاني بأفعال أقشعرت منها الأبدان، أفعال تجلى فيها بأبلغ المعاني خيانة الأوطان. فالوطن بشعبه وأماكنه وتفاصيله عليه هان، باعه لقاء رشفة من جاه وسلطان، أفنى عمره في جماعة نهشت جسد مصر، جماعة خانت وتخابرت على مصر، جماعة قتلت أبناء مصر، جماعة روعت شعب مصر. وتابع: جئناكم اليوم بمتهم خلى قلبه من حب مصر، واتخذ العنف سبيلا وخيانة الأوطان منهجا، صفتان تجتمعان بأعضاء جماعة الإخوان، فما بالكم بمن بلغ في سماء هيكلها العنان، إلا أن الله عز وجل كشف الأسرار وجيء به لمحرابكم بعد أعوام من الفرار ليلقى جزاءه المحتوم كسابقيه من الإخوان. وكانت محكمة النقض رفضت طعن محمد بديع مرشد جماعة الإخوان المسلمين ونائبه خيرت الشاطر وآخرين في أحكام المؤبد والمشدد الصادرة بحقهم في قضية التخابر مع حماس. مصدر معانا كان من وكالات طبعا، يعني كلام جميل جدا من وكيل النيابة اللي يعني قال الكلام ده، ويعني مدى شرحه لهذا الأمر بمعاني فريدة وجميلة جدا عن خيانة الوطن. يعني أعتقد أنها قصيدة، يعني دي أصنفها قصيدة جميلة جدا وكلمات تحمل معاني كثيرة جدا. فتحية طيبة لوكيل النيابة ده. انتقل خبر سريع معانا، وريال مدريد وبيان عاجل يحسن فيه موقفه من التعاقد مع محمد صلاح. أكد تقرير إسباني إن نجم كرة القدم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي ليس ضمن خطة نادي ريال مدريد للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية أو الموسم المقبل. هذا كان باختصار، لأن في ناس طلعت قالت يعني ريال مدريد عاوزة تتعاقد مع محمد صلاح، أو برشلونة برضو عاوزة تتعاقد مع محمد صلاح. طبعا هذا الكلام يعني ليس له أساس من الصحة، ممكن برشلونة الله أعلم، ولكن الأيام القليلة القادمة هتكشف لنا يعني عن مستجدات. جينا مع بعض لنهاية نشرة الأخبار، أتمنى أكون خفيف على حضراتكم ومتقلتش عليكم إن شاء الله. إن شاء الله أشوفكم في فيديو جديد وقريبا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.